اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده من فضاء حر، نناقش فيها قرار تحالف الانقلاب تشكيل ما سمي بحكومه الانقاذ الوطني، تداعيات هذا التصعيد وما ترتب عليه من ردود افعال. ذهب المخلوع صالح وحلفائه الحوثيون في صنعاء باتجاه التصعيد السياسي عبر تشكيل ما سمي بحكومة الإنقاذ الوطني. هذه الخطوة جاءت بعد أسابيع قليلة من تعهد مكتوب كان شريكا الانقلاب قد قدماه الوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مسقط، وبنى عليه هذا الأخير تقديره الخاطئ لمسار الأزمة والحرب في اليمن. المراقبون لمسار الأحداث يرون في تشكيل حكومة في صنعاء خطوة نحو المجهول وتصعيدا في مسار الأزمة، وفوق هذا وذاك يكشف هذا العدد المبالغ فيه من الوزراء في حكومة بلا موارد ولا شرعية أزمة حقيقية بين شريكي الانقلاب. في المقابل يبدو أن الحكومة الشرعية قد تحررت من ضغوط هائلة تعرضت لها خلال الفترة الماضية في الوقت الذي كانت تبذل فيه هذه الحكومة جهودا كبيرة لإقناع المجتمع الدولي بعدم مصداقية الانقلابيين في صنعاء وعدم جديتهم بشأن التوصل إلى سلام. إلى أي مدى يمكن لخطوة كهذه أن تحرف مسار الأحداث أو تعيد خلط الأوراق؟ وهل يستدعي هذا تسارعا في خطوات مقابلة من قبيل المضي في خطط التصعيد العسكري من جانب الحكومة والتحالف؟ وما هي خيارات المجتمع الدولي بعد هذا التعقيد؟ وما هي أيضا خيارات التحالف العربي بعد التوصل إلى طريق سياسي مسدود؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها في سياق هذه الحلقة من برنامج فضاء حر الذي نستضيف فيه من بيروت الصحفي في قناة المسيرة طالب الحسني، ومن الأردن نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر الصحفي علي الفقيه. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ بالسؤال المشترك والبداية معك أستاذ طالب. هل تعد خطوة تشكيل الانقلابيين لحكومة بمثابة لحكومة إنقاذ وطني بمثابة المسمار الأخير في نعش الحلول السياسية السلمية في اليمن؟ نعم، قبل ذلك لدي تعقيب بسيط على المقدمة التي تفضلت بها. تفضل. قلت في المقدمة أن الحوثيين وصالح قدموا تعهدا، وهذا مغالطة واضحة لأنهم لم يقدموا تعهدا وإنما وقعوا اتفاق. قلتم أنه في المقدمة أيضا أنه الحوثيين وصالح انقلبوا ربما على هذا الاتفاق، وتجاهلتم أيضا أنه ما تسمى الشرعية رفضت هذا الاتفاق مبدئيا وأعلنت أنها ليست معه. بالنسبة لتشكيل الحكومة وهذه الخطوة السياسية، في 17 نوفمبر من هذا الشهر الذي مضى كان هناك اتفاق الوقف إطلاق النار، اتفاق مسقط. هذا الاتفاق وقعت عليه التحالف. هل كيري كان يكذب أم أن التحالف لم ينفي وأيضا لم يعلن أنه وقع هذا الاتفاق؟ فإما أن يكون التحالف لم يوقع هذا الاتفاق ولذلك لم يلتزم به، ومسألة الهدنة التي أعلنت 48 سنة ساعة هي مخالفة للاتفاق الذي كان ينص على وقف إطلاق النار والبدء. طيب أستاذ طالب، يعني ولو المفاوضات دقيقة نعود للسؤال ثم فقط. فورا بعد ذلك فورا أعلنت ما يسمى الحكومة أنها ليست معنية بهذا الاتفاق، فمبدئيا الاتفاق ملغي. فما قامت به القوى الوطنية من خطوة باتجاه تشكيل الحكومة هو أيضا لا علاقة له بالعرقلة، لأن العرقلة حدثت مسبقا. أولا لأنه العدوان لم يلتزم، تحالف العدوان لم يلتزم بوقف إطلاق النار بشكل كامل كما نصت الاتفاق الذي أيضا عقب على وعليه هل تعتقد بأن هذه الخطوة يمكن أن تقوض أي مسار سلمي أو لحل سياسي سلمي في البلد؟ لا أعتقد. لماذا؟ لأنه هذه الحكومة التي شكلت هي لسد الفراغ،
ليست معنية أن يعترف بها العدوان، أن يعترف بها الخارج، أو أن مع أنها ستترك كل الأبواب، وليست معنية أيضا أنه الآخر ينظر إلى أنه هذه خطوة تعرقل المسار السياسي. اليوم إذا أعلنت ما تسمى الشرعية أو أعلن التحالف أنهم جاهزون للذهاب إلى مفاوضات في أي دولة، في مسقط طيب أو في طيب الكويت. طيب نترك التفاصيل هذه سيد طالب، نتركها لبقية الأسئلة في الحلقة، يعني ولو أنه من المهم التنويه أن احنا نتحدث عن تعهد مكتوب، يعني هو اتفاق، والاتفاق هو بطبيعة الحال تعهد. طيب نفس السؤال لك أستاذ علي الفقي. لا ليس تعهد. نعم سنعود للنقاش. أستاذ علي، كنا نتحدث عن إذا نعم. ما كانت هذه الخطوة أو التصعيد السياسي بالنسبة للإنقلابيين في صنعاء يعد المسمار الأخير في نعش العملية السياسية في البلد. أولا تحية لك أختي الكريمة ولمشاهدي قناة بلقيس المحترمين. أعتقد أن تشكيل الإنقلابيين في صنعاء لحكومة أو ما سموها حكومة إنقاذ وطني هو هروب إلى الأمام كما اعتادوا من قبل. كلما ضاقت عليهم الحلقة كلما حاولوا الهروب إلى خطوة أخرى، هم بدأوا بما يسمى اللجنة الثورية وأعلنوا إعلانا دستوريا وبدأوا بتشكيل لجان ثورية في كل المؤسسات وفي كل المحافظات وعلى مستوى المديريات والمؤسسات الصغيرة. بعد ذلك هربوا من اللجنة الثورية إلى ما يسمى بالمجلس مع حليف مع شريكهم، لكنهم مباشرة سياسة. نعم أستاذ علي، أتمنى أن تحل مشكلة الصوت من المصدر. إذن نذهب أعزائي المشاهدين الآن إلى متابعة هذا التقرير الذي يرصد ردود الأفعال بشأن خطوة تشكيل الإنقلابيين لما سمي بحكومة الإنقاذ. نعم بالعودة إليكما ضيفي الكريمين وأعزائي المشاهدين، وإليك الآن سيد طالب الحسني، يعني استعرض الآن ردود الأفعال فيما يتعلق بقرار إنشاء حكومة إنقاذ وطني، ردود أفعال مخيبة لأمال من أصدر هذا القرار أو ذهب باتجاه هذه الخطوة، هذا على الصعيد الإقليمي والدولي. على الصعيد الشعبي ضحك اليمنيون حتى الصباح من هذه التشكيلة والتوليفة الحكومية، هل توقعتم ردود أفعال بهذا الحجم وبهذا الشكل؟ الحقيقة لا، ما تقوم به القوى الوطنية هي تقوم به لما تراه مناسبا، لا شأن لها بالتعليقات ولا بردود الأفعال، لأنه الجامعة العربية، الأمين المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، هذا دأبهم منذ البداية. الفراغ والبقاء في الفراغ وبدون حكومة، ولو أنه ليس هناك موارد، ولكن يجب أن يكون هناك حكومة، سواء كانت هذه خطوة سياسية، سواء كانت هذه خطوة إدارية يجب القيام بها، سواء كانت تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز تقوية التحالف بين المؤتمر الشعبي العام،
والأحزاب الشريكة معه وبين أيضا أنصار الله. هذه خطوة نحن نراها بعكس ما يراها الآخرين. نعم. إذا كان الآخرين يراها ويضحك منها، نحن نراها خطوة صحيحة في الاتجاه طيب المناسب. يعني هي أفضل من الفراغ. ليس هناك أيضا يعني مشكلة أن لا يعترف بها. لماذا إذا لماذا شكلت؟ لأن أسوأ لأن أسوأ من الاعتراف المجتمع الدولي هو البقاء في فراغ والانتظار لمجموعة في المجموعة للمجموعة الدولية أن تحل مشكلة اليمن وأن تحل. نعم. لماذا إذا شكلت إدارة أيضا؟ نعم. لماذا شكلت هذه الحكومة؟ شكلت طالما تتحدث عن حكومة. نعم. لا, 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 لا ليس لديكم مشكلة أن تكون لك حكومة. أقول دون موارد. أقول لك حكومة دون شرعية شعبية، دون شرعية إقليمية، ودون شرعية دولية، وبدون موارد. ما قيمتها إذن؟ أقول لك لماذا شكلت. شكلت لتعزيز الجبهة الداخلية، شكلت لتعزيز الجانب العسكري لمواجهة العدوان، شكلت لإدارة المحافظات التي هي تحت سيطرة الدولة وتحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وشكلت أيضا كخطوة سياسية. لماذا لا؟ شكلت بالفعل كخطوة سياسية لمواجهة العدوان على كل المستويات. نعم. إذا كنتم بحاجة إلى هذه الحكومة لسنا مجتمع، لسنا نحن بحاجة نحن بحاجة لها ماسة. يعني قرابة العامين، قرابة العامين، وهناك خلل في الجبهة الداخلية. طيب طيب دعني أتحول إلى الأستاذ علي الفقي. لا ليس لا ليس معنى لا لا لا, لا ليس معنى ذلك أنه هناك خلل. لا ليس معنى ذلك أن هناك خلل، بل هناك يعني هذه التشكيل لتقوية لتعزيز الجبهة الداخلية، لتعزيز التلاحم الحزبي السياسي، خطوة في كل الاتجاهات. وليس القوى السياسية ليست معنية أن يعترف بها المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هو مشارك في العدوان على اليمن. الجامعة العربية، لا أحد يعترف بالجامعة العربية. ما طيب تقوم طيب به الجامعة العربية على أي حال سيطالب؟ يعني هي سامحت، استعرضنا الآن مواقف الجامعة العربية منظمة، الجامعة العربية منظمة تابعة للسعودية. طيب ليست الجامعة العربية وحدها أجازت من تدمير. نعم. العراق حتى الأمم المتحدة. طيب أقول طيب على أي حال أنت مصر بأن الجامعة العربية وحدها من اتخذ موقف تجاه الحكومة. احنا استعرضنا قبل قليل مواقف كثير من الدول، منها روسيا ومنها بريطانيا ومنها أمريكا ومنها الاتحاد الأوروبي. على أي حال أتحول إليك أستاذ علي الفقي، أنت يعني متابع لهذا التصعيد السياسي الأخير، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هو كما قلت لك قبل قليل هو هروب من الميليشيات أو من تحالف الانقلاب إلى الأمام، تحاول أن تتجاوز حالة الحصار والضيق والخناق الذي ضيق عليها خلال الفترة الماضية من قبل المسلحين المقاومة والجيش الوطني، أيضا هروبا من الأزمات والمشاكل التي تواجهها هذه التشكيلات التي شكلوها خلال الفترة الماضية. لم تستطع أن تكتسب شرعية، لم تستطع أن تقنع المواطن اليمني بأنها كيانات قابلة لأن تعيش، بأنها كيانات يمكن أن تؤمن على البلد، وبالتالي لديهم أزمات عدة من ضمنها أزمة البحث عن الشرعية الداخلية، أزمة البحث عن شرعية خارجية، محاولة احتواء الخلافات والصراعات التي داخل الجماعة نفسها، وأيضا الصراعات التي بين الجماعة وبين حليفهم علي عبد الله صالح، وبالتالي تشكيل الحكومة فيما يتعلق بالمواطن اليمني لا معنى لها. أيضا فيما يتعلق بالجانب الشرعية واكتساب الشرعية والقانونية هي باطلة لأنها بنيت على باطل، وكما رفض الانقلاب ورفض بعده الإعلان الدستوري واللجنة الثورية ورفض بعده المجلس السياسي، أيضا هذه الحكومة مرفوضة شعبيا وإقليميا ودوليا، لم يعترف بها أحد حتى حلفائهم الذين يمدونهم بالمال والسلاح في إيران وأشباههم في العراق، لم يعترفوا بهم ولم يمنعوهم الاعتراف سواء بالانقلاب أو بما تبعه من كيانات هلامية يحاولون من خلالها ارتداء أثواب الشرعية ولم يجدوا ذلك. وأدي تستمع إلى منطق هذا الشخص وهو يعرف نفسه بأنه صحفي ويقول لك ليس من الضروري أن يعترف بهم المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي ولا الجامعة العربية. يقول لك من هي الجامعة العربية؟ يعني الرجل هم يفكرون أساسا هي جماعة تفكر بعقلية عصابة، وبالتالي لا نستغرب منهم هذا السلوك بأنهم فقط يعتقدون بأن القوة على الأرض وبأن الإمساك بالسلاح هو كل شيء. لا يعني يهمهم أن يعترف بهم العالم ولا يهمهم أن يحظوا بالقبول والاعتراف والشرعية داخل الشعب الذي
يحكموه بقوة الحديد والنار. الشعب اليمني منذ رأى صور الحوثيين وهم يجتاحون العاصمة صنعاء. طيب هذه الأسئلة سأحولها إلى ضيفنا من بيروت. نعم أستاذ علي، سأحول هذه الأسئلة إلى ضيفنا من بيروت. يعني إذا كان فعلا لا يعنيكم مواقف كل الدول من هذه الخطوة، ولا يعنيكم أيضا المواقف الشعبية الداخلية من هذا التصعيد، من أين تأتي شرعيتكم إذن؟ شرعية هذه الحكومة على أي أساس ستأتي؟ نعم، أتجنب الإنشاء وإعادة الخطاب الذي نسمعه منذ 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات. الجامعة العربية، هذه الجامعة العربية الذي يريد الأخ أنه نتقرب دعك من الجامعة العربية سيد طالب، يعني ما ونذهب إليها. نعم، سأتحدث عن الجميع، أوردنا عدد كبير من المواقف في عدد من الدول. أولا شعبيا لا أقول أنه ليس هناك اعترافا شعبيا بالحكومة، أنتم تقولون ذلك، نحن نقول لا، هذه الحكومة جاءت بناء على رغبة شعبية، بناء على توافق من القوى الوطنية الموجودة في العاصمة صنعاء. من هي هذه القوى الوطنية؟ شعبية. قولوا أنتم عليكم المؤتمر الشعبي العام، هذا حزب معترف به وهذا حزب موجود ولا أحد يستطيع أن يلغيه، أحزاب سياسية أخرى، حزب الحق، حزب البعث العربي الاشتراكي، أحزاب تشكلت بعد ثورة 2011، أنصار الله أيضا، هذه قوى سياسية لا أحد يستطيع أن يمنحها الشرعية، ولا أحد أبدا على الإطلاق. إذا كنتم أنتم تقولون أنه ليس هناك قبول شعبي بها، نحن نقول هناك قبول شعبي، هذه الحكومة جاءت بناء على رغبة شعبية. طيب إذا بناء على رغبة شعبية سيد طالب الحسني، طيب دعنا نمضي في فرضيتك فيما يتعلق بالرغبة الشعبية لو سمحتي والالتفاف الشعبي حول هذه أنا الحكومة. أنا لا أقاطع. طيب أنا سأضع لك هذا السؤال وأخذ وقتك في الإجابة. نعم، خذ وقتك بعد ذلك في الإجابة. بناء على رغبة شعبية. طيب نعم. طيب هذه الرغبة الشعبية، دعنا نفترض أن هناك رغبة شعبية حقيقية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، كيف سينعكس تشكيل هذه الحكومة على حياة الناس هذا الالتفاف الشعبي حولكم؟ كيف يمكن أن يقدم خدمات وزير الكهرباء بدون كهرباء ووزير الخارجية بدون مطار وبدون سفارات؟ كيف يمكن أن هذه الأسئلة يجب أن توجه إلى العدوان، يجب أن توجه إلى السعودية. العدوان لم يشكل الحكومة، أنتم من شكل الحكومة. شبكات الكهرباء التي العدوان يجب أن تشكل هذه أن يسأل طيب اليوم. طيب أنتم لماذا الآن أنتم شكلتم حكومة؟ لماذا يدمر البنية التحتية؟ هل ممكن أن نفهم من أين موارد هذه الحكومة؟ لا تقاطعيني أرجوك، أنا لا أقاطع أحد، أنا أسمح لكم بالحديث. لا طيب أرجو أن تبتعد فقط عن الخطاب السياسي وأن تركز على الإجابة على الأسئلة. خطاب سياسي ما جئت أعمل هنا. نعم، لا تقاطعيني، جئنا نناقش محاور، أرجو أن تلتزم بها لنكسب الوقت. اسألي العدوان لماذا دمر الموانئ؟ لماذا دمر محطة الكهرباء؟ لماذا دمر المطارات؟ لماذا دمر البنية التحتية؟ لماذا يقصف بعشرات الغارات كل يوم البنية التحتية والمنشآت؟ ماذا تريدي الناس أن يفعلوا؟ أن يذهبوا إلى السعودية ويقولوا لهم يا جماعة تفضلوا، إحنا لا يجب أن نتحرك، لا يجب أن نتحالف، لا يجب أن نشكل حكومة تدير المحافظات التي محافظة الدولة، لا يجب أن نتحرك عسكريا، لا يجب أن نخضع قرارات الأمم المتحدة وقرارات المجتمع الدولي، يجب أن نخضع أيضا لقرارات الجامعة العربية، يجب أن يعترف بنا العالم حتى نتشكل. يا أخي العزيز، الجامعة العربية هي جزء شريك وأساسي ورئيسي في الحرب على اليمن، وهي من شرعنت الحرب على اليمن. الأمم المتحدة بكثير من القرار شرعنت الحرب على اليمن. سيد، أنت أخذت وقت كافي أظن في الإجابة، لكنك لم تجب أيضا على السؤال، ما هي موارد هذه الحكومة؟ يا أخي أنا أتحدث عن شرعية يمنية لا علاقة لكم بالموارد. الموارد تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة في مأرب، وتحت سيطرة المرتزقة والإماراتيين في حضرموت. طيب، نحن لدينا الموارد التي ندير بها ما تبقى من إدارة، يجب أن تستمر إدارة المحافظات. الموارد سألوا عنها محافظ مأرب، يسألوا عنها السعودية،
واسألوا عنها أيضا المرتزقة في حضرموت. لا يعني لن أسأل المرتزقة ولن أسأل السعودية إنها ليست الجهة التي شكلت حكومة. سوف أسألك أنت نيابة عن الطرف الذي جئت ممثلا لهم، على أي أساس تم تشكيل هذه الحكومة ومن أين سوف يكون مواردها؟ لأنك تحدثت الآن هذه الحكومة جاءت بناء على التفاف شعبي ووطني حولها، إذن أجبنا أنت الآن كيف ستقوم بمهامها هذه الحكومة وتقدم خدماتها للناس؟ شعبية بناء على رغبة، من هم الذي يقدم خدمات الناس؟ بناء على رغبة شعبية وبناء على اتفاق بين القوى السياسية ومن أجل إدارة المحافظات التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، ومن أجل أيضا تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان، لمواجهة الأدوات. أنتم تقولون انقلابيين، يجب علينا أن نقول أيضا الآخر مرتزق، الآخر يقاتل من أجل السعودية، أم أنه هذا مسموح لكم والآخرين عليهم أن يستمعوا إلى خطابكم ويستمعوا إلى توصيفاتكم ويستمعوا إلى تغريداتكم؟ أنتم تقولون هؤلاء انقلابيين، نحن نقول هؤلاء مرتزقة، هؤلاء أدوات بيد السعودية، هؤلاء أباحوا استهداف اليمن من أقصى إلى أقصى. نحن نقول إذا كان الطرف الآخر يريد المعالجة السياسية، سنعود للمعالجة هذا محور آخر سننتقل إليه نعم. لاحقا سيد طالب. أستاذ علي الفقيه، هناك من يرى بأن هذه الحكومة ليست سوى تعزيز لخطوة حوثنة الدولة، وقد جاءت بعد ما يقارب العامين من الإحلال لكثير من الوظائف في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وجاءت أيضا لتغطية لهذه الخطوات التي تمت خلال ما يقارب العامين للتمويه، وأن هناك فعلا شراكة وطنية فيما يتعلق بإدارة البلد، بينما في حقيقة الأمر تم إحلال آلاف وتوظيف الآلاف من الموظفين من السلالة وأنصارهم في مؤسسات الدولة. يعني هل تتفق مع هذا الطرح؟ بالتأكيد أنه حتى مع تشكيل الحكومة، أولا أريد أن أنبه إلى أنه أخذ 6 دقائق وأنا أريد أن أخذ 6 دقائق كما أخذ. مش بالضرورة أستاذ علي، يعني اختصر الإجابة. الحكومة هي كائن كرتوني ليست حقيقي. أكبر حكومة في تاريخ اليمن ضمت 42 وزيرا في ظل يعني أزمة طاحنة تشهدها البلد، وعجز حتى عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، وبالتالي لن تقدم ولن تؤخر هذه الحكومة. هي ستجد نفسها غارقة في مستنقع من الأزمات التي خلفها رجال العصابات الذين بدأوا بالبسط على مؤسسات الدولة منذ عامين، وقد استمعت إلى منطق رجال العصابات مجسدا في ضيفك من بيروت، وهو يتحدث عن أن الحكومة جاءت بناء على إرادة شعبية، يعني يقول في الأثر أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الرجل يتحدث عن إرادة شعبية وكأنهم للتو خرجوا من انتخابات ديمقراطية نزيهة وحازوا بموجبها أغلبية برلمانية مكنتهم من تشكيل الحكومة، بينما هم بالأساس شكلوا حكومة لاعتبارات خاصة بهم كما قلت لك، يحاولون البحث عن شرعية، يحاولون إيهام الشارع بأنهم أصبحوا كيان شرعي وبأنه أصبح لديهم حكومة. الحكومة ستجد نفسها عاجزة عن عمل شيء ماليا واقتصاديا، هي أصبحت موجودة في صنعاء أمامها بنك خالي بعد أن سرقه كبار اللصوص من رجال جماعة الحوثي الذين سرقوا المليارات الدولارات منذ سيطروا على العاصمة صنعاء وأخلوا خزانات المؤسسات الإيرادية، شكلوا اقتصاد موازي لكبار النهابين وللحيتان الكبيرة من خلال بناء اقتصاد السوق السوداء، وأيضا بدأوا بشراء الفلل والعمارات من أموال الدولة التي نهبوها، والآن يسعون إلى تشكيل إلى إنشاء شركات وفي مقدمات شركات اتصالات ستكلف ملايين الدولارات، بينما الشعب اليمني يعجز عن أن يجد قوته اليومي. الصعوبة الثانية التي تجدها حكومتهم الشكلية الديكورية هي صعوبة أنها لن تستطيع أن تتجاوز ما يسمى باللجان الثورية، وهم التي يمسكها رجال العصابات الموجودين في الوزارات وفي المؤسسات الحكومية وفي المحافظات، وهم قد شكلت لهم هذه المواقع موارد هائلة أثروا من خلالها ثراء كبير من خلال تصرف في هذه في موارد هذه المؤسسات، من خلال ابتزاز الموظفين، من خلال ابتزاز من تديرهم أو من تشرف عليهم هذه المؤسسات، خصوصا المؤسسات الإيرادية المتمثلة في الاتصالات والكهرباء والمياه وحتى أيضا تجارة النفط التي تديرها شركة النفط في صنعاء، أو يديرها رجالهم المشرفون على شركة النفط،
ومن الصعب أن يتخلى عصابات اللجان ما يسمى باللجان الثورية عن هذا الكنز الذي بين أيديهم. وبالتالي ستسمعين بعد شهور أو بعد أسابيع أنهم يبحثون عن مخرج جديد بعد أن ظنوا أن الحكومة هي مخرج لهم من الأزمات الماضية إذا ما طول بهم الأمد، لأنه ذهب كيري وذهبت مبادرة كيري ولن يستطيع بعد اليوم إنقاذهم، ربما لن يسعفهم الوقت لابتكار المزيد من الحلول، لأنه هم لن يستطيعوا أن يدوروا دولة ولم يتمكنوا خلال العامين الماضيين من تقديم نفسهم للشعب اليمني كرجال دولة، وإنما ظلوا كرجال عصابات في تصرفهم وفي منطقتهم. نعم كرجال عصابة سيد علي، الفكرة واضحة، الفكرة واضحة. إذن أستاذ طالب، يعني تحدث ضيفنا من الأردن بأن هذا السلوك وهذا الخطاب الذي أنت تتبناه الآن هو سلوك عصابات ليس إلا، لأن رجال الدولة لا يمكن أن لا يضعوا بالا لشرعية دولية، لاعتراف دولي بهم، ولا حتى لأي شكل من أشكال الشرعية الداخلية، لا دستور يعني يغطي على هذه الخطوة ولا انتخابات. فهذا السلوك هو بالضبط سلوك العصابات، كيف ترد؟ نعم فعلا، يعني سلوك العصابات أن يذهبوا إلى السعودية وأن يطلبوا عدوان من 10 دول على شعب اليمني، هذا سلوك حضاري جدا وسلوك حضاري جدا. طيب تركنا من السعودية، رد على السؤال المتعلق بكم. وأن لا تقاطعوا رجاء، لأني لا أقاطع على الإطلاق. يا أستاذ طالب، نريد أن نكسب أيضا وقت ونرد على مجموعة من الإجابات في صميم المحاور. أنا أسمع الخطاب الذي يقوله الأخ علي، أسمعه منذ 2011 العصابة وهذا الخطاب شبعنا منه وتعبنا منه. الإلغاء الآخر، عدم الاعتراف أن هناك مناصرين أيضا للآخر، شعبية للآخر، يعني هذا شبعنا منه أيضا، أنه لا شعب لكم، يعني هم فقط مجموعة كما يقول عدوان 5% وجاءوا وسيطروا على العاصمة صنعاء. طيب هم فاقدين شرعية. طيب أوكي. ليس هناك تأييد شعبي. هم فاقدين الشرعية. ممكن ليس هناك تأييد شعبي. أنتم. ليس هناك أحزاب سياسية. ليس هناك أحزاب سياسية منظمة. ليس هناك الآخر. وما دامت أنها حكومة كرتونية، لماذا تخافون منها؟ لماذا تخافون من حكومة كرتونية؟ لماذا تخافون من تحالف عصابات؟ لماذا عجز العدوان عن يحقق لأنه يدمر مستقبل بلد سيد هناك طالب. عصابات؟ لماذا يدمر مستقبل بلد سيد طالب. يا سيدتي ليس هناك حلول منطقية يريدونها. هل هم يريدون عملية مفاوضات حقيقية أم وسلام حقيقي، أم مسألة الخطاب أن هؤلاء عصابات يجب إبادتهم، هؤلاء عصابات يجب معاقبتهم، هؤلاء طيب إذا كانوا هؤلاء عصابات، يا أخي ادخل صنعاء بالقوات العسكرية التي جلبتها السعودية، يا أخي ادخل تعز، يا أخي ادخل محافظة، لماذا فتحوا حرب كبيرة وعملاقة وفي النهاية المطاف يقفون عاجزين 20 شهر؟ ونقول هذه القوى الوطنية التي أنتم تقولون العدوان عاجز، يجب على العدوان اليوم، قولوا للعدوان يا العدوان الذي مناهم أنهم سيعودون إلى صنعاء حكام، وسيشنق علي عبد الله صالح في صنعاء، وسيشنق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في صعدة. هذا العدوان الذي مناهم بهذا المنطق يجب عليه أن يقوم بهذا العجز. اليوم العدوان الذي مول هذه الحرب هو يذهب إلى المفاوضات. وأقول لك يا أخي علي الفقيه، الكيري جاء بطلب من السعودية وبرغبة من السعودية، والذي يبحث عن الخروج هو السعودية ومجموعة المرتزقة الذين يقاتلون، ليست القوى الوطنية. ثم إذا كنتم أنتم تقولون أنه أنه هذه عصابات، هل أنتم معترفين بالجيش اليمني أم أنه الجيش تبع علي عبد الله صالح، القوى الأمنية تبع علي عبد الله صالح؟ هذا موضوع آخر سيد طالب، هذا موضوع آخر، يعني لا يوجد جيش وطني يقتل أبناء بلد، وإلا يعني وإلا ما مبرر اقتحام مدن كعدن الشرعية والمناطق الجنوبية وتعز. هذا نقاش آخر سيد طالب. لا تقاطعوا بالنسبة سيد طالب، أرجو أن تجيب، حتى الآن لم تجبني على أي سؤال منذ بداية الحلقة. سيد طالب، أنا أسألك عن شرعية هذه الحكومة ولا ترد، أسألك عن موارد هذه الحكومة ولا ترد، أرجو أن أجد شرعية هذه الحكومة مستمدة من الشعب اليمني،
مستمدة من البرلمان الذي سيصوت عليها، مستمدة من توافق سياسي بين مكونات سياسية على أي أساس؟ أي برلمان؟ هذه الحكومة جاءت بناء على توافق سياسي وطني. نعم، هذه الحكومة بثقة بالمجلس السياسي لا وجود له في الدستور ليس ولا في القانون اليمني. ليس بإمكان أحد، ليس بإمكان أحد وفق القانون اليمني وفق كل القوانين، ليس بإمكان أحد أن يصادر حقوق أو يصادر الأحزاب السياسية الوطنية التي تدافع عن العدوان، وليس بمقدور أحد ألا أن أن طيب. أن يقول للتوافق الوطني بين المكونات السياسية أن هذا توافق غير شرعي، هذه أحزاب سياسية. وأيضا طيب البرلمان ماذا عن الموارد وسيصوت. إذا أنت بالنسبة لا تريد أن تجيب بالنسبة على الشرعية الدولية طيب. أعود وأقول لك، أعود طيب. وأقول لك أنه ليس ترد علينا على مسألة موارد هذه الحكومة. نعم. هل لدى هؤلاء الوزراء 42 وهي طبعا التشكيلة الأكبر ربما في تاريخ في تاريخ العالم، يعني 42 ليس هناك وزيرا زيادة في ليس هناك طيب. لا ليس هل لديهم رواتب آخر الشهر هؤلاء الوزراء؟ نعم. هل ستصرف لهم رواتب؟ هل لديكم رواتب لهؤلاء الوزراء فضلا عن تمكنهم من تقديم خدمات للناس في وزارتهم؟ حتى المرتزقة، أقول لك حتى المرتزقة في عدن سلموا نصف راتب من صنعاء طوال العدوان. كانت العاصمة صنعاء تصرف رواتب للجميع وسيستلموا رواتب وهناك ميزانية، ولا علاقة لكم بالميزانية. أنتم تقولون أن هذه عصابة، أنتم تقولون أن هذه حكومة ديكور، لماذا تخاطبون الآخر وتقولوا من طيب أين يعني لها أنت موارد؟ تنكر الآن، تنكر سيد طالب، تنكر أن اليمنيين بدون رواتب منذ شهرين. لديها موارد، لديها موارد وستدير. من أين هذه الموارد؟ حتى بدون موارد. من أين هذه الموارد؟ نعم. والبنك المركزي ستدير حتى بدون يشحت موارد. نعم، من أين موارد هذه الحكومة؟ لديها موارد نعم، من أين؟ والشعب اليمني يرفض الحكومة. لا نريد موارد، نريد حكومة بدون موارد، نريد حكومة لا. ترتب طيب. الوضع الداخلي وتواجه العدوان. هذه الحكومة لا تريد موارد طيب. ولا شأن لأحد، لا شأن لأحد. هذه حكومة موضوع شخصي يعني، هذه حكومة القوى الوطنية وحكومة الشعب اليمني. هل طيب. أنتم مسؤولين اليوم، مسؤولين أن تخاطبوا هذه الحكومة من أين لكم موارد؟ كيف ستديرون لا. الدولة؟ لا. نحن نسأل نيابة عن كثير من اليمنيين الذين هذه الحكومة، هذه الأسئلة، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الحكومة في ظرف لا يوجد لدى اليمنيين رواتب منذ شهرين؟ ما قدمته الحكومة وما قدمته اللجان الثورية طوال الفترة الماضية وفي ظل العدوان، الدولة قبل العدوان كانت أن تعلن إفلاسها، واليوم القوى الوطنية واللجان الثورية واجهت عدوان غاشم من 10 دول وواجهت في كل جبهة طيب. واستطاعت أن تدير البلد واستطاعت أن تواجه العدوان طيب. استطاعت أن تواجه العدوان طيب. يراه الشعب اليمني، يراه الشعب اليمني هو الدفاع عن البلد طيب. أكبر منجز لدينا، أكبر منجز يريده الشعب اليمني اليوم هو 3 منجزات. أولاً الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأنا أقول لك ووحدة القوى السياسية، والذي يراهن على الاختلافات والله أنه يراهن بالوهم طيب. ممتاز. المنجز الآخر مواجهة طيب. العدوان ومواجهة الأدوات ومواجهة طيب. المرتزقة، هذا منجز كبير طيب. إذن وإدارة إذن كل ما يحتاجه اليمنيون الآن هو مواجهة المرتزقة ومواجهة العدوان. انظروا إلى عدن، انظروا إلى عدن، انظروا إلى الوزارة نعم. أو هذه الحكومة الموارد سيد علي. هناك أيضا من يتساءل بأنه صحيح أن هذه الحكومة قوبهت بموجة لم يسبق لها مثيل من السخرية من الداخل وأيضا رفض من الخارج، لكن في حقيقة الأمر هناك مخاوف حقيقية فيما يتعلق ببعض الأسماء في هذه الوزارة. يعني تخيل سيد علي أن يحيى الحوثي الحاصل على شهادة 9 ابتدائي يعني يكون غدا في مكتب وزير التربية والتعليم يشرف على صياغة المناهج وإعادة صياغة المناهج في المدارس. أي كارثة يعني حلت باليمنيين وكيف يمكن مواجهتها؟ تحدث الآن عن تفاصيل ربما يذهب باتجاه اليمنيين. أيضا وزير التعليم العالي شيخ قبلي يدير وزارة كتربية كتعليم العالي، يعني مقابل لا مواقف سريعة من الحكومة. صراحة عجبني الحوار اللي بينك وبين ضيفك من بيروت، لأنه تحول إلى يعني معركة. الرجل لا يريد أن يتوقف في الحديث، وأعجب ما يقول فيه أن الحكومة لا تريد موارد. يقول لك الشعب سيرفض الحكومة، يعني وكأن الشعب الذي ينتظر رواتبه من هذه العصابة التي
بسطت او وضعت يدها على كل مؤسسات يا الدوله اخي اشرف لنا يا اخي يا اخي اشرف 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 لهذه الحكومه اشرف اشرف لهذه الحكومه انت ان تبقى بدون موارد دون ان تعتمد على الموارد يا اخي اشرف من الالف مره اشرف من هذه الحكومه ان تبقى بدون موارد لا تحتاج من السعوديه لا تحتاج ان ترجع خلينا نسمع اذا كانت هذه الحكومه سترتزق من السعوديه لا تحتاج موارد وراء الكوليرا انتم اما ان ان يعني كونكم عصابه فانتم عصابه من دون جاء مؤسس العصابه الاول يحيى الرسي الى اليمن في القرن الثالث الهجري ولا زلتم تتصرفون كعصابه ولم تستطيعوا بعد ان تتحولوا الى رجال دوله رغم ان الشعب اليمني قد اعطاكم الفرص الكثيره. المضحك انه انا غدا سيكون الشعب الجائع النائم على الارصفه مطالب بان يعطيكم موارد للبنك المركزي فبالتالي ليس بغريب ان موارد يعينوا الدوله اشرف لهذه الحكومه ان تدير البلد بما لديها من موارد ولا ترتزق سيد طالب غير مسموح المقاطعه لمقاطعتك احد الاجازه في الشؤون الدينيه وبالتالي كل هذه التصرفات هي تكشف للشعب اليمني عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الميليشياوية بأنها لا يمكن يوما ما أن تبني دولة ولا يمكنهم أن يكونوا رجال تنمية هم فقط يجيدون القتل والقتل فقط حتى القتال لا يجيدونه وإنما يجيدون القتل عن بعد أما أن تبنوا وأن تنموا البلد فأعتقد أن ذلك مستحيل والجهد الذي كنا كإعلاميين وكنخب نريد أن نبذله لنحدث الشعب اليمني عنكم وعن جرائمكم وعن قبحكم فقد جئتم أنتم بأنفسكم وقدمتم خدمة هذه الخدمة لنا وفرتم علينا سنين من الشرح والتوضيح لهذا الشعب الذي كان مخدوعا بكم وجئتم قدمتم أنفسكم على حقيقتكم لهذا الشعب كلصوص وكقتلة وكمجرمين حتى عندما تريدون أن تشكلوا حكومة فأنتم تجيبون هؤلاء اللصوص وهؤلاء القتلة إلى المؤسسات والمرافق الحكومية وتسمون أحدهم وزيرا للتربية والتعليم وأحدهم وزيرا للتعليم العالي وآخر وزيرا للنفط وبالتالي هذه هي المهزلة التي تتضح للشعب أن هذه هي بضاعتكم. طيب بالمقابل سيد علي بالمقابل ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية تجاه هذا التصعيد؟ ما هو أفضل من هذه البضاعة التي ظهرت أنها بضاعة كاسدة بضاعة تالفة غير صالحة للاستخدام في هذا العصر الذي الناس في العصر الرقمي وأنتم لا تزالون تتمنون الشعب بأنكم ستبيعون أحجار الزينة وتقدمونها تطعمون منها الشعب اليمني بعد أن فقدتم السيطرة على موارد الثروة وموارد النفط وغدا ستفقدون كل شيء وستعودون إلى الكهوف كما بدأتم طيب أول مرة بالمقابل سيد علي ما هي الخيارات الآن المتاحة أمام الحكومة الشرعية؟ فيما يعني صالحين للتعايش مع الشعب اليمني نعم بالمقابل ما الذي سمعناه ما هو التصعيد الذي ينبغي على الحكومة الشرعية القيام به لمجابهة مثل هذا التصعيد السياسي الذي يمس مصالح الناس ويعقد المشهد السياسي هل تسأليني أم تسألي الآخر؟ أسألك أستاذ علي أعيد السؤال لو سمحتي كنت أسألك عن ردود الفعل أو خيارات الحكومة الشرعية تجاه هذه الخطوة الحكومة الشرعية ليس أمامها سوى أن تقدم نموذج جيد في المناطق المحررة وأن تنمي الموارد المالية لتقدم الرواتب لجميع موظفي الدولة كمسؤولية أساسية عليها كدولة كحكومة شرعية وكرئيس منتخب عليها أيضا أن تكمل المعركة وأن تقدم الدعم للجيش وللمقاومة باستكمال تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه العصابة الميليشياوية التي أثبتت أنها فقط تجيد صناعة الموت والشعب اليمني أيقن بأنه لا مجال لأن لمزيد من الصبر على غطرستهم وعلى بطشهم بالناس هم الآن يحكمون الناس بالحديد والنار وكلما اقتربت المقاومة أو الجيش الوطني من أي منطقة سيجد أن الشعب اليمني ملتف حولهم لأنه ذاق خلال العامين الماضيين ويلات هذه الجماعة التي لم ترقب في يمني إلا ولا ذمة السجون ممتلئة بكل من يرفض عن جهيتهم وغطرستهم القتل بشكل يومي في المحافظات التي تسيطر عليها هذه الجماعة حتى التي ليس فيها مقاومة نحن نلاحظ ما يحدث في محافظات مثل أب مثل أمانة العاصمة مثل محافظة صنعاء
كل من تشك فيه هذه الجماعه فهي توجه له السلاح مباشره دون ان تفكر او دون ان تتردد، لانه بالتاكيد ما داموا يفكرون بعقليه العصابات ويعتقدون انه لن يحاسبهم احد ولا رقيب عليهم ولم يعتادوا يوما ان يفكروا بسياده القانون او باحترام حتى مؤسسات الدوله. ولعلك تابعت المقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي واحد عناصر الميليشيات يهين ضابط شرطه وهو يقول له انا ميلي، يعني وكانه رجع يستعطفه. وبالتالي هذه الاهانات وهذا التضييق والموجه للشعب اليمني بكل فئاته اعتقد انه اخذ درسا وافيا، وبات اليوم يعلم علما يقينيا بانه لا مجال الا لان يقاوم ويواجه هذه العصابات، وان يموت وهو يواجه هذه الميليشيات خير من ان ياتيه الموت الى مكتبه او الى بيته من قبل هؤلاء العناصر. نعم سيد علي، إذا هذا منطق طرح ويطرح بقوة بأن خيار المقاومة وخيار الحسم العسكري يبدو هو الأبرز الآن في مواجهة هذا التصعيد. هناك أيضا مشاركات معنا كانت من بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجزء منها هو ذكره الآن الأستاذ علي، سؤال موجه للسيد طالب الحسني من المتابع أبو خالد محي الدين، يتساءل يعني سيد أبو خالد عن ما هو الأولى بالنسبة لحكومة غير معترف بها ولا يوجد فيها أي تكافؤ بين وزرائها والوزارات المكلفون بها، ألم يكن أولى إطلاق المختطفين ووقف إطلاق صواريخ على مأرب ووقف القتال في البيضاء ومريس ووقف حصار تعز وقتل أبنائها خاصة، وأن المخلوع والحوثي إلى الآن عاجزوا عن إبداء مبرر لحصار تعز؟ دعني أكمل السؤال سيد طارق، أكمل السؤال وبعدها خذ وقتك في الرد، عن إبداء مبرر لحصار تعز وقتل أبنائها منذ سنتين إلى الوقت الحالي، هل سيكون حكومة إنقاذ وطني بحكومة جديدة في ظل استمرار حصار المدن وقتل أبنائها؟ يعني سيد أبو خالد محي الدين يتساءل حول كيف يعني كانت بالنسبة لكم أولوية إنشاء حكومة في ظل استمرار كل هذه الجرائم التي يقوم بها تحالف الإنقلاب. نعم، العضو في هذه الحكومة هو أشرف بن ألف أداة، والحكومة بدون موارد وبموارد شحيحة هي أفضل وأشرف وأعز وأكرم من 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 أن تمد يدها إلى السعودية وأن تبقى على نفقة السعودية وأن تنتظر عطاء السعودية وعطاء قطر وأن تنتظر الارتزاق. طيب ما علاقة هذا بالسؤال؟ تحت هذا الحكومة بحاجة إلى أن تصمد الشعب اليمني وراء الحكومة، قولوا ما شئتم، هم قولوا عصابة، قولوا هذه العصابة هزمت العدوان، هذه العصابة حافظت على اليمن، هذه العصابة نعم دافعت عن طالب. طيب هذا الكلام أنت كررته أكثر من مرة، الشعب هل يمكن أن ترد على السؤال صديق أبو خالد محمد؟ هذه الحكومة دافعت عن الشعب اليمني، وهذه الحكومة ستستمر في الدفاع عن الشعب اليمني، ستستمر في الدفاع عن الهوية اليمنية، ستستمر في إدارة الدولة. أنت الآخر، نحن بالنسبة لنا وبالنسبة للحكومة الآخر على الدولة وأعلنتم الحرب على جميع المحافظات من أجل تشكيل حكومة. لا تقاطعني رجاءً، الآخر بالنسبة لنا، الآخر بالنسبة للقوى الوطنية، الآخر بالنسبة للقوى الوطنية هو عبارة عن أداة وعبارة عن أدوات ومرتزقة تدفع بهم السعودية لقتل الشعب اليمني، لتدمير الشعب اليمني. لن نتناسى أبدا أن العدوان السعودي قتل أكثر من 10,000 إنسان، لن نتناسى أبدا أن مرتزقة الإصلاح ومرتزقة العدوان شنقوا آخرين في محافظة تعز وصلبوهم وسحلوهم. طيب لن ننسى على الإطلاق سيد طالب، سؤال أخير يعني ألا تتذكر ويتذكر ربما الجميع نعم. بأن الانقلاب تم بعد الانقلاب بأيام تم تشكيل حكومة كفاءات، وكانت الميليشيا الحوثية مشرفة على هذه الحكومة، وتم اختيار رئيس الحكومة بإشراف منهم، وبعد ذلك تم الانقلاب على هذه الحكومة ووضع رئيسها تحت الإقامة التمريرية وكذلك الوزراء. يعني هل مشكلتنا مع تشكيل حكومة توافق وطني؟ كان هناك عدوان مرتب اليمن. نعم دعك من العدوان سيد طالب، أتحدث الآن قبل العدوان بأشهر، أتحدث عن ما حدث في شهر 11 من العام 2014. سيد طالب أنا مضطر أقاطعك هذه المرة، رجاء أنت لا تجيب على أسئلتي منذ بداية الحلقة. أسألك الآن، يعني تم تشكيل حكومة بإشراف من قبل ميليشيا الحوثي، حكومة خالد بحاح، حكومة الكفاءات التي تم
تم التوافق عليها وتم تغييرها إلى أن وافقت الميليشيا الحوثية وزعيمها على الحكومة ورئيسها وتم اختيارها من قبلهم. بعدها بأيام تم وضع رئيس الحكومة والوزراء تحت الإقامة الجبرية وانقلب عليها وذهبتم باتجاه الحرب. هل مشكلتنا إذا اليمنيين مع تشكيل حكومة؟ حدث انقلاب على الحكومة، قدم استقالته وكان يريد أن يمرروا دستور الأقلمة وقدموا استقالتهم وطلبوا العدوان مباشرة. أنتم تقولون انقلاب، نحن إذن أنت تتحدث عن تقديم الاستقالة، تقديم استقالة خالد بحاح، وهذه كانت جزء من المؤامرة على اليمن، كانت جزء لتبرير العدوان على اليمن. الجميع لم يكن يريد شراكة حقيقية مع القوى الوطنية الأخرى، كان يريد فقط أن يهيمن، وكان يريد أن يوجه سلاحه باتجاه القوى الأخرى تحت مبرر. نعم سيد طالب، أنت إذن تتحدث في سياق وفي مسار مختلف تماما، يعني نتحدث نحن عن حوادث وعن مواقف و يعني أمور حدثت منذ أقل من عامين، والجميع يذكر هذه التفاصيل. تتحدث أنت عن عدوان سعودي في شهر مارس 2015، وأنا أحدثك عن حكومة تم تشكيلها في نوفمبر 2014. سيد علي الفقيه، سؤال أخير لك، وهو أيضا جزء من مشاركة لصديقنا عبد الجليل السامعي، تحدث عن أن تشكيل هذه الحكومة أخذ، أو الحديث عن تشكيل هذه الحكومة أخذ حيزا أكبر من حجمه إعلاميا، في حين بأن وهو تحالف كما يقول سيد عبد الجليل ليس لديه أي شرعية وليس لديه أي صفة دولية أو قانونية، وكان يجب أن يقتصر رد في الميدان. هل تعتقد بأن الحكومة الشرعية والرئيس هادي مدركون لهذه الحقيقة؟ أعتقد أن عليهم أن يدركوا أن ليس أنه لا مجال ولا وقت لتطويل المعركة، وأن عليهم أن يحدثوا تقدما على الأرض، وأن يتجهوا نحو العاصمة صنعاء، وأن يحرروا تعز، وأن يحرروا الساحل الغربي. أما الحديث الإعلامي عن هذه الحكومة، فأنا أتفق مع رسالة التي قرأتها، بأنه فعلا علينا ألا نهتم بهذا الأمر، لأنه هو مجرد تحصيل حاصل. الانقلاب في النهاية ما بني على باطل، فهو باطل. نعم إذا ما بني على باطل، طيب سيد علي، العاهات والعاطلين عن العمل بحثوا لهم عن مسميات جديدة، بينما سيظل الباباوات أبو هم من يحكمون ويتصرفون في الوزارات، وبالتالي الشعب اليمني هو يدرك جيدا ولا يعول على هذه التسميات ولا على تشكيل حكومات، وإنما ينتظر عودة الدولة بشكلها الحقيقي، ينتظر استعادة الإرادة الشعبية التي صادرتها الجماعة من خلال إسقاط الدولة وإسقاط من خلال الانقلاب. نعم نعم سيد علي الفقيه، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي سيد طالب الحسني كان معنا من بيروت. في ختام حلقتنا لهذه الليلة أشكر ضيفي من الأردن ومن بيروت، والسيد علي الفقيه والسيد طالب الحسني، ونلتقيكم أعزائي المشاهدين الأسبوع القادم في نفس الموعد. تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. في أمان الله.